بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان حرف الذال مع المدود. الذال ممدودة بالألف، ذا ذا. الذال ممدودة بالواو، ذو ذو. الذال ممدودة بالياء، ذي ذي. ذا كي را تون، ذا كي را تون، ذاكرة. ما ذا هي بون، ما ذا هي بون، مذاهب. ع ذا بن، ع ذا بن، عذاب. نو ذو رن، نو ذو رن، نذور. ذو الحجة، ذو الحجة، جاتي دو الحجة، تي دو الحجة. بو ذو رن، بو ذو رن، بو ذو رن. را ذي لا تون، را ذي لا تون، رذيلة تون، رذيلة تون. تب ذي رن، تب ذي رن، تب ذي رن. نا ذي رن، نا ذي رن، نذي رن. أعيد، رددوا من بعدي. ذا ذو ذي، ذا ذو ذي. ذاكرة، ذاكرة. مذاهب، مذاهب. عذاب، عذاب. نذور، نذور. ذو الحجة، ذو الحجة، ذو الحجة. بذور، بذور. رذيلة، رذيلة. تبذير، تبذير. نذير، نذير. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.